كانت أول بداية الفكرة أنه نعالج بلسع النحل كان عندي عمال أجاني. واحد كانت زوجته كان متزوج له 5 سنين وما كان عندها حمل، فأول ما اشتغل عندي بعد 5-6 شهور تقريبا ظهر بداية الحمل عند زوجته. والشغلة الثانية كان في واحد بيشتغل معي كان عنده حب شباب بكثافة، يعني كان في وجهه في إيديه. أول ما اشتغل معي صار عنده الحب زاد، و يعني تقريبا كيف بدنا نقول انه النضج لحب الشباب، وبعد فترة اختفى منه نهائيا. طبعا انا ما كنت اعرف عن فوائد لسع النحل او في البداية، بس بعد ما طلعنا على خاصة منتدى فلسطين النحلين العرب الاخ راتب سمورة الله يجزيه الخير، وهو ساعدنا في انه نعالج بلسع النحل، فتبين أنه علاج لسع النحل بيساعد في حالات العقم، في حالات الروماتيزم الروماتايد، الحب الشباب زي ما ذكرت، ألم المفاصل الغضروف، توحد عند الأولاد الصغار، شغلات كثيرة. وبلشنا نعالج وصارت تعطي نتائج أفضل من العلاجات اللي بأخذوها في المستشفيات والمراكز اللي برا زي ما انت شايف. تبين انه معاي تمزق في الاوتار، قال لي بدخل عمليه تتحول على رافيديا. بعد فتره الناس دنا على الاخ عبد الله وتوجهت له وبلشنا علاج النحل، وان شاء الله استفدنا. مريض بمرض تصلب الأعصاب المتعدد، الوجه المتعدد. هذا المرض هو عبارة عن يعني يضرب الخلايا العصبية، وبدايات المرض تكون إيش يعني بداية أعراضه تكون يعني على شكل نوبات أو هجمات تأتي المريض يرى فيها الصورة صورتين. ولحتى الآن يعني الأطباء ما توصلوا العلاج بالمرة. أنا أخذت يعني المصاب بالمرض من عام 1997، يعني تقريبا صار حوالي 18 سنة مصاب بالمرض، ولحتى الآن قد أخذت علاجات عبر عشرات أنواع الأدوية لكن من دون فائدة. في أخصائي علاج الأعشاب والنحل واللسع بالنحل تواصلنا معه ونصحني الطبيب أو الأخ المعالج بإني أتلسع بالنحل، ونصحنا بالأسعارات معينة في أماكن معينة محددة. أول جلسة كانت اختبارية، وأنا للأمانة الصراحة يعني من بداية الجلسات بعدها طبعا الاختبار نجح، اختبار اللسع بالنحل المرة الأولى، بعدها كملنا مشوار اللسع. لكن للأمانة وصدقا لاحظت أنه في بدايات المعالجة أو التداوي بلسع النحل كنت أشعر بالراحة النفسية، وهذا ما كنت أفتقده في السنوات السابقة. والله الحمد لله، يعني الناس بدأت يعني تعرف من بعضها البعض نتيجة النتائج الجيدة اللي حصلت من لسع النحل. الناس طبعا من خلال يعني بتواصلوا بين بعضهم، فبجد انه في اقبال، يعني مش الاقبال الشديد لكن احنا نقول هيك افضل انه يكون اقبال بالتدريج حتى انه يعني تصير الانتشار هذا العلاج بأسلوب ليس دعائي وإنما بأسلوب يعني الإنسان يكون مقتنع فيه بالنسبة للشفاء.